السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي المهتمين بالأشعة في كل مكان، مرحبا بكم. النهاردة الجمعة الأولى من الشهر العربي، زي ما وعدتكم إن شاء الله هتبقى فور أرابيك سبيكر. فإن شاء الله نبدأ محاضرة النهاردة عن البيلاري سيستم فاريانس. في الأول بس عايز أوجه رسالة لزمايلي وأصدقائي الموجودين معايا في جروب اللي هم النون Arabic speaker. First of all, I would like to thank all friends who share their comments under the videos, as these comments really guide me for improvement radiology service on my YouTube channel. Second, I have prepared more than 10 presentations per month. One only from these 10 for Arabic speaker. So I apologize for who not Arabic speaker, and I appreciating your comments and your interesting to know everything is I introducing in my channel. But this is only one presentation. This presentation is for Arabic speaker, as I am Arabic speaker. And also the data, I promise you that all the data in the presentation that I will discuss it later on or already discussed in the previous presentations by English. بس كده كنت بس عايز اوجه الرسالة دي لزمايلنا عشان كل الناس اللي بيتابعوني ما حدش يزعل مني، ونبدأ بقى المحاضرة بتاعت البيلاري سيستم فاريانت ان شاء الله. learning objective من المحاضرة النهاردة ان احنا نتعلم الاناتومي بتاع البيلاري سيستم، ونتفرج بس ازاي البيلاري سيستم بيتصور بالاي ار سي بي والام ار سي بي. هما دولت الاثنين الفحوصات اللي ممكن تصور البيلاري سيستم بكفاءه عاليه، وتعرف تشوف الباثولوجي كمان بشكل ايه مميز. بعد كده في طبعا لازم الداكتس بتاعه البنكرياس، في حاجه اسمها داكت اوف ويرسينج وفي داكت اوف سانتوريني، زي ما هنشوفهم دلوقتي ازاي هنميزهم من بعض وازاي تبقى الاسامي ديت فاميليار وتبقى بتتعامل معاها بشكل بسيط وتبقى معبره فعلا عن مكانها الحقيقي في البنكرياتيك دكت. هتكلم بشكل مختصر جدا عن الامبريولوجي اوف ذا بنكرياس، عشان الامبريولوجي والبنكرياس لو اتفهم كويس تقدر تفهم الانولار بنكرياس والبنكرياتيك ديفيزم بشكل بسيط جدا. وهنشوف دلوقتي عشان نبدا المحاضره وما نطولش عليكم في الكلام الانشائي الكتير. في الاول انا عايز بس اوضح الاناتومي في الدياجرام الجميل دوت، لان الدياجرام دوت انا جايبه من الموقع ده، والدياجرام دوت يعني بيوضح البيلاري سيستم بشكل مميز. يعني البرانشات الصغيره اللي جوه دي بتبقى هي الانترا هيباتيك بيلاري راديكلز، وبعدين دي تجمع مع بعضيها في الليفت سايد وفي الرايت سايد بمين داكت زي كده، فدي تبقى اسمها الليفت هيباتيك داكت، ودي تبقى اسمها الرايت هيباتيك داكت. بعد كده الليفت والرايت هيباتيك داكت بيجمعوا مع بعض ويكونوا الكومن هيباتيك داكت لحد الانسرشن بتاعت السيستيك داكت. طبعا شايفين ديت الجول بلادر اللي هي رقم 9، والجول بلادر بتطلع منها سيستيك داكت عشان تفرز البايلز في الايه في البيلاري سيستم. فيبقى الكومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بعد كده يكونوا الكومن بايل داكت. يبقى الكومن بايل داكت تبدا بعد ديستال تو ذا انسرشن اوف ذا سيستيك داكت. بعد كده الكومن بايل داكت بتقابل البنكرياتيك داكت عشان يفتحوا في الديودينم. طبعا زي ما انت شايف ده الديودينم، والديودينم في عنده فيرست بارت اللي بيبقى بالعرض كده، وفيرتيكال بيبقى السكند بارت. في السكند بارت دوت بقى بيفتحوا في الفتحه ديت اللي هي اسمها الامبولا اوف فاتر. الامبولا اوف فاتر ديت التقاء الكومن بايل داكت والبنكرياتيك داكت، المين طبعا بنكرياتيك داكت زي ما هنشرحهم بالتفصيل كمان شويه. بعد كده ديت الايه البابيلا اوف ذا ديودينم، كل دوت في السكند بارت. بعد كده الديودينم يبدا يقلب كده تاني ترانسفيرس اللي هو الثيرد بارت، وبعدين الحته الاخيره منه فيرتيكال اجين عشان يعمل الفورث بارت، ويجي بعد كده يتصل بالجيجينم يبقى ديودوني جيجينال جانكشن هنا. تمام كده. بعد كده السوليد اورجنز اللي حوالينا هنا السبلين زي ما انت شايفه في الحته دي كده، وطبعا من ورا كده في الاسوفيجس وفتحه في الاستومك، وعشان بعد كده الاستومك تسلم الديودينم زي ما شفنا واتكلمنا من شويه.
وانت عارف ان ديت اللي هي الدكت الرئيسيه اللي بتصب كل معظم التيشوز بتاعه البنكرياس، التيل والبودي والنيك. لكن في حاجه اسمها انسينيت بروسيس هنا، المفروض الدكت ديت في الامبريولوجي تفتح مع الدكت اللي تحت دي، وديت فنترال اصلا، فديت الفنترال دكت اوف سانتوريني اللي هي المين دكت اللي بتفتح في المين بابيلا الواسعه. لكن في كمان دكت صغيره هنا بتفتح في مينور بابيلا، بتبقى سوبيرور وانتيرور للبابيلا ديت في الديودينم، وديت اللي هي بيسموها الدورزال دكت اوف سانتوريني. يبقى ديت دكت اوف فايرسينج وديت دكت اوف سانتوريني. ده كده في الدياجرامز الاناتومي بتاعه الدكتس ديت. تعال ما نشوف لما نعمل اي ار سي بي او ام ار سي بي هل هتظهر بنفس الدقه ديت ولا لا. نشوف كده. طبعا دولت صورتين لفحصين مختلفين. الفحص دوت اسمه اي ار سي بي، يعني اندوسكوبيك، زي ما انت شايف مدخل تيوب كده اندوسكوبيك لحد ما بتوصل من الماوس للاسوفيجس للاستومك لحد ما توصل للديودينم، يبقى اندوسكوبيك. ريتروجريد لان البايل زي ما انت عارف بتفرز من الليفر والجول بلادر في الاتجاه دوت، لكن انا بحقن الصبغه ريتروجريد كده، فعشان كده اسمها اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجو بانكرياتوجرافي، يعني اللي بتنور الكومن بايل داكت والايه والبنكرياتيك داكت، يبقى كولانجيو بانكرياتوجرافي. اي ار سي بي هي دي كلمه اختصار كلمه اي ار سي بي، اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي. ودي صوره تانية بتتعمل بالام ار ماشين اسمها ام ار سي بي، بتبين برضو تفاصيل البيلر سيستم. وام ار سي بي اختصار لام من ماجنتيك ريزونانس ام ار، وكولانجو بانكرياتوجرافي لانها برضو ملونه القناه بتاعه البنكرياس والقناه بتاعه البيلاري سيستم اللي هو الكولانجو، يعني يبقى ام ار سي بي ماجنتيك ريزونانس كولانجو بانكرياتوجرافي. الفحصين زي ما انت شايف بيبينوا زي ما حضراتكم شايفين، يعني بيبينوا الايه، بيبينوا البيلاري سيستم كويس جدا من الانترا هيباتيك راديكلز، يكاد يكون صوره طبق الاصل من بعض رغم انهم تو مرضى مختلفين عن بعض، تو بيشنتس ديفرنت تو بيشنتس. فبتلاقي هنا الدكتس بتاعت اللي احنا كنا لسه شايفينها في الدياجرام كلها تقريبا ايه مرسومه، وهنقولها دلوقتي. عايز بس اوضح حاجه، ان الام ار سي بي ده ستادي نون انفيزيف، يعني ما دخلش بتيوب زي كده واندوسكوب ولحد ما وصل الديودينم، لا دي نون انفيزيف خالص، ده مجرد العين بيدخل الماشين ويتصور يطلع الصوره دي. تاني حاجة هنا أنا حقنت كونتراست كمان هنا عشان أشوف السيستم دوت الكولانجو بانكرياتوجرافي، لكن هنا الفحص ده بيطلع الصورة دي كده من غير صبغة خالص، من غير أي استخدام صبغة، no contrast use. وعشان كده أقدر أستخدم الـ MRCP في الكوموربيد بيشنت اللي هم يعني ما بيقدروش، عندهم مشاكل صحية كتيرة، فبالتالي الفحص الـ ERCP ممكن يبقى ساعات مزعج بالنسبة لهم، لكن الـ MRCP يبقى اختيار أمثل، ويبقى هو الـ examination of choice for examination of the biliary system. تعالى بقى نشوف حبة أناتومي، يعني السهم دوت بيشاور على إيه. لو أنت فاكر من السلايد اللي فاتت في الدياجرام كانت ديت اللي هي تجميع الانترا هيباتيك بيلر راديكلز دي في ناحية الشمال، فديت بتعبر عن الليفت هيباتيك داكت. طيب السهم ده بيشاور عن ايه؟ بيشاور على المين بنكرياتيك داكت اللي هي المفروض تعوج كده عشان تروح فنترالي وتصب في الداكت ديت اللي هي بيسموها الايه الفنترال داكت اوف وايرسينج او المين بنكرياتيك داكت، فيبقى ديت بتعبر عن المين بنكرياتيك داكت السهم ده يعني. طيب الدايره دي بتعبر عن ايه؟ عن الحته اللي بيفرزوا فيها مع بعض اللي هو excretions of the common bile duct والتقائها مع البنكرياتيك داكت في الحته دي اللي هي اسمها ايه بقى، واللي ظاهره برضو في الام ار سي بي، هنا في الاي ار سي بي وهنا في الام ار سي بي. الحته ديت هي طبعا الايه الامبولا اوف فاتر، واللي هي بتوصل بعد كده للامبولا اوف ديودينم او البابيلا اوف ذا ديودينم يعني. تمام. طيب السهم دوت يا ترى بيشاور عن ايه في الام ار سي بي؟ بيشاور عن الدكت دي اللي هي بعد الانسيرشن اوف ذا سيستيك دكت، فبالتالي يبقى دوت اللي هي هنا كده كانت السيستيك دكت، فبالتالي بعديها يبقى هي الكومن بايل دكت. تمام، لان قبليها الكومن هيباتيك دكت. تمام، يبقى ده الكومن بايل دكت. ده الاناتومي بالتفصيل زي ما انت شايف واضح، ولو في اي باثولوجي ممكن تشوفه بسهوله، في ستون، في اي ستراكشر، او في anomalies او variants زي ما هنشوف دلوقتي، تقدر تشوف الباثولوجي بسهولة.
في كمان سهم اخير اهوت بيشاور طبعا على اللي هو قبل الانسرشنز اللي هي الكومن هيباتيك دكت نفسها. تمام. طيب لو بصينا على الصورة الدياجرام دوت برضو عشان نوضح الفرق بين التو داكتس اللي احنا قلنا عليهم من شوية واساميهم، هنلاقي البنكرياس بيصب بدكت رئيسية كده وتنزل على تحت فنترالي عشان تفتح في الامبولي اوف فاتر هنا بعد التقائها مع الكومن بايل داكت من ورا. تمام. فالمين داكت ديت اسمها مين داكت اوف وايرسينج، او ديت عشان فنترال فبنقول عليها فنترال داكت اوف وايرسينج. تمام. اللي هي الجزء ده فنترال يعني. والدكت التانية اللي هي ده هي الصغيرة دي اللي هي كانت أصلا هي اللي موصلة مع الدكت الرئيسية للبنكرياس، بتفتح في مينور بابيلا في الديودينم برضو في سكند بارت في ذا ديودينم، والدكت دي اسمها دورزال اكسسوري دكت اوف سانتوريني. والاكسسوري دكت لأنها بعد كده يعني المفروض الاستخدام الأكبر بيبقى 70% من الدرينج عن طريق الدكت الرئيسية دي اللي هي المين دكت اللي هي بتبقى فنترال دكت اوف فايرسينج، ولكن دي اسمها دورزال اكسسوري داكت اوف سانتوريني. وعشان تفتكر الاسامي يعني لو مهتم بالاسامي، وترتيب الحروف الابجديه A B C D E لحد ما توصل تحت ل V W X Y Z. فال V W اللي هي V W يعني فنترال مع وايرسينج، والتانية هتبقى دورزال اوف سانتوريني. تمام. طيب نبص بص على الامبريولوجي بتاع البيلري سيستم. في الاول بيبقى الاستومك كده والجزء بتاع الديودينام هنا، بيبقى فيه جزء امامي هنا اسمه فنترال وجزء خلفي اسمه دورزل. الجزء الامامي بيطلع منه اللي هم الحاجات بتاعه البيلر سيستم ككومن بايل داكت وجول بلادر وكمان كفنترال بارت فروم بنكرياس. تمام. البنكرياس بيبقى فيه فنترال بود انتيريور فنترال يعني، ودورزل بود اللي هو فيها التيل والبودي وكل معظم البنكرياس بيبقى من الورا من الدورزم. تمام. ده بيبقى كده عند 5 weeks intra gestations. تمام. بعد كده عند 6 to 7 weeks بيحصل حاجة اسمها rotation. rotation يعني الديودينام نفسها بتلف. لما الديودينام تلف ايه اللي يحصل؟ يحصل ان الفنترال داكت ديت هتيجي الناحية دي كمان مع البنكرياس كده على الناحية الشمال كده من الديودينام. تمام. يبقى بقى الديودينام هنا وبقى الاتنين دولت اللي هما جزئين بتوع البنكرياس في ناحية واحدة، والجول بلادر وال بايل داكت نفسها الكومن بايل داكت ده النوم زي ما هم ما عدا الدرينج بتاعهم في السكند بارت اوف ذا ديودينم. طيب بعد شويه كمان يعني عند الاسبوع الثامن كده بالتقريب بيحصل حاجه اسمها فيوجن، والفيوجن هنا مقصود بيها فيوجنز او يونيون لفيوجنز للجزئين اللي هم دول يعني التيشوز، وكمان يونيون للايه للبيلاري داكتس دي يعني المين داكت اللي هي كانت ماشيه كده وبتفتح مع المينور بابيلي بتفتح على تحت في الفنترال داكت اللي هي احنا قلنا عليها فنترال داكت اوف وايرسينج، وتبقى بعد كده هي دي الداكت الرئيسيه لان هي دي اساسا اللي فتح فيها الكومن بايل داكت كمان، فهي دي الداكت الرئيسيه اللي بتفتح في الامبولا اوف فاتر. فدولت الثلاث مراحل اللي بيحصلوا روتيشنز الفورميشنز والروتيشنز والفيوجن. طيب تعال نبص بقى لو في حاجه وقفت في النص كده ايه اللي يحصل؟ يعني ده قبل الروتيشن زي ما شفنا في الدياجرام اللي فات ان الديودنا بيبقى كده، ومن الناحيه ديت في الفنترال بنكرياس ومعاه طبعا الفنترال داكت اللي هي متصله بالكومن بايل داكت، هما الاثنين فاتحين في الديودنا. والناحيه الثانيه دورزل بوستيريور يعني في الدورزل بنكرياس وفي المينور بابيلا فاتحه فيها بقيه الايه الداكت بتاعت البنكرياس. بعد الروتيشن لما يحصل روتيشن بيحصل ايه؟ بيحصل ان الدكت دي بتيجي الناحيه دي وكمان التيشو ده بيبقى جنب التيشو ده، وبعد كده يحصل فيوجن مرحله بعد كده اللي هو يونيون للايه للدكتس، فيبقى المينور دكت اللي كانت كده تفتح في الفنترال دكت اللي هي اوف واير سينج. ليه؟ لان دي الرئيسيه اللي هي فاتح فيها الكومن بايل دكت وفاتحين في الامبولا اوف فاتر، ودي تبدا هي تختفي بالتدريج او يعني تضمر وتبقى استخدامها بسيط والدرينج بتاعها قليل، وتبقى هي دي المينور داكت او الداكت الدورزال داكت يعني اوف سنترين. تمام. طيب نفرض ان المرحله بتاعت الروتيشن دي ما حصلتش يعني ما حصلش روتيشن، فهيفضل الفنترال داكت قدام وهيفضل الدورزال بد بتاع البنكرياس ورا، وهما الاثنين على الجنبين من الديودينم ومحوطين وكده، فالفيلير اوف روتيشنز ينشا عنه
ان الديودينم يحوط محوط بالتيشوز بتاعه البنكرياس من كل ناحيه، ويبقى هو دوت اللي اسمه انولر بنكرياس، نتيجه ان البنكرياس يعني بقى انولر على الديودينم، وده ممكن يسبب طبعا ديسفيجيا او يسبب دبل بابل ساين او اوبستراكشنز او حاجات زي كده تظهر في الافلام او الموداليتيز التانية من الراديولوجي. لكن هو ده معناه ان انولر بنكرياس فيلير اوف روتيشن، بيفضل توشيز في البوست سايز اوف ذا ديودينم. طيب واحنا قلنا بعد كده بيحصل يونيون، طب لو ما حصلش يونيون هيفضل الوضع على كده. ايه الوضع ده؟ ان الدكت دي بتفضي لوحديها والدكت دي بتفضي لوحديها، تمام؟ فلو حصل فيلير اوف يونيون بيبقى في البنكرياس بينقسم، منقسم ديفيجن، يعني بيحصل له ان في جزء منه بيصب في الدكت دي وجزء بيصب من الدكت دي، وهو دوت اللي بيسموه بنكرياتيك ديفيزم. وبنكرياتيك ديفيزم لان الدكت المينور دي صغيره شويه، فبالتالي لما بتفضي معظم البنكرياتيك تيشو ساعات بتتقفل وتؤدي الى بنكرياتيتس، او على الاقل الاستينوزيس اللي فيها بيخلي ان السكريشنز بدلناها في الدكت فتره طويله، ودوت ممكن يعمل بنكرياتيتس، وده يمكن الميكانيزم بتاع البنكرياتيتس في حاله البنكرياتيك ديفيزم، تمام؟ لكن لو كملت ولفت وحصل يونيون كامل هو ده النورمال روتيشنز واليونيون، ودوت اللي هو الشكل الطبيعي للبنكرياس. طيب تعالوا نشوف صورة الانولار بنكرياس في الواقع بقى بالراديولوجي. ده فحص اسمه ايه؟ أشعة مقطعية سي تي. ليه؟ لأن العظم لونه أبيض بالإضاءة زي الفرتيبرا دي وزي الريبس. أما كمان لازم تقول كمان إن هو بصبغة. ليه؟ لأن الأورطة منور والكيدني الكورتكس بتاعها مميز عن المظلة، فده يعتبر كورتيكو ميدالري فيس. والسبلين تحس إنه فيه حتت واخدة صبغة وحتت لأ، فدوت بيسموه زيبرا سبلين. كل دوت بيعني إن أنت في أرتيريال فيس، ده الأورطة هو منور قوي عن الأي في سي اللي هو اللي جنبه ده، ودوت الكيدني كورتيكو ميدالري فيس وزيبرا سبلين. ماشي، دي مراجعة سريعة كده للايه للمقطع اللي قصادنا. ايه بقى اللي ظاهر في المقطع ده؟ ظاهر ان في ده ديودينم، بيقول لك ده السكند بارت اوف ذا ديودينم، وده البنكرياس. البنكرياس عندك من ان بوث سايدز اوف ذا ديودينم، بنكرياتيك تيشو طبعا بتاخد صبغة، وان بوث سايدز اوف ذا ديودينم فهو دوت ان الانولار بنكرياس، وده بيحصل نتيجة فيلير اوف روتيشن. مراحل الاوليه خالص ما حصلتش ان ايه ان ديودينام لف، فبالتالي فيلير اوف روتيشنز ادى الى انولار بانكرياس. طيب البنكرياتيك ديفيزم ديت يظهر ازاي؟ دوت طبعا فحص ايه ام ار سي بي. ليه؟ لان انا مش شايف التيوب اللي هو الاندوسكوبيك دي اللي هي بتاعت الاي ار سي بي، الاي اندوسكوبيك مش موجوده، فبالتالي دوت ام ار اكزامينيشن يبقى ام ار سي بي كولانجيو بانكرياتوجرافي. شايف ايه بقى انت؟ شايف ان الكومن بايل داكت جايه كده، ودي البنكرياتيك داكت جايه كده، وبعدين دخلت على طول فتحت في المينور بابيلا هنا، تمام؟ في الدورزال داكت دي اللي هي دورزال داكت اوف سانتوريني. بينما الكومن بايل داكت هي والداكت الرئيسيه اللي هي الفنترال، لان الكومن بايل داكت بتبقى فنترال، وبالتالي دي الفنترال داكت اوف واير سانج اللي هي المين بنكرياتيك داكت، المفروض يعني تبقى مين، لكنها للاسف هي هنا مش فاتحه غير في الانسينيت بروسيس اللي هو الجزء الاناتوميكال بارت بتاع الانسينيت بروسيس، ومش حصل لها يونيون مع المين بنكرياتيك داكت. ايه بقى ده؟ هو ده البنكرياتيك ديفيزم، ان ما حصلش يونيون يبقى هنا فيلير. لكن ما في فيلير في الروتيشن؟ لا، ما فيش فيلير في الروتيشن، هما الاثنين في ناحيه واحده من الايه من الديودينال اللي هو ظاهر هنا دوت، ده السكند بارت اوف ذا ديودين، وبالتالي فيلير اونلي ان ذا يونيون ريزلتنج ان بنكرياتيك ديفيزم، تمام؟ ودي فكره البنكرياتيك ديفيزم وطريقه تصويرها وطريقه تشخيصها. بس انا حاولت اديكوا فكره كده عن البنكرياس والحاجات الرئيسيه فيه، او يعني الديفيزم والانولار بنكرياس، وطلعنا بالاناتومي والامبريولوجي. وزي ما وعدتكم كده ان شاء الله هحاول التزم كل يوم جمعه، اول جمعه في كل شهر عربي ان شاء الله، بارابيك برزنتيشن في الشهور العربية، تمام؟ أما بالنسبة لي كمان زودت حاجة جديدة في القناة بتاعتي اللي هو سميتها Challenging Task أو Practical Cases يعني، وديت هنخليها مرة برضو في الشهر كده في الشهر الميلادي العادي اللي هو Gregorian Month، ماشي؟ ودوت هيبقى آخر 4 من كل شهر ميلادي،
هنتكلم فيه على التشالنجينج تاسك او البراكتيكال كيسز. كمان انا بدعو كل اصدقائي انهم يخشوا على قناة الراديولوجي في الفيسبوك، بقدم فيها حالات اللي بقابلها كل يوم في شغلي، وبقعد اناقشها مع زمايلي، وكمان بقدم اي معلومات راديولوجي طبعا سبوراديك، وكمان بنزل فيها البرزنتيشنز بتاعت اليوتيوب في قناة. يعني ان شاء الله اوعدكم انها تكون متطورة واطور فيها دايما بنصايحكم وبالكومنتات بتاعتكم. ممكن تدخلها على طول بسهولة وانت في الفيسبوك بتدور بالايزي اند ديفرنت راديولوجي، بتعمل يعني قبول دخول في القناة، وانا بقبل ان شاء الله جميع اصدقائي باذن الله. بالإضافة طبعا في أكتر من 88 presentations موجودين على القناة بتاعتي، ممكن بالسبسكرايب للقناة بتقدر تتواصل بكل جديد يوصلك على طول، أو تدخل على جوجل سيرش وتدور بإيزي أند ديفرنت راديولوجي هتلاقيهم موجودين إن شاء الله متاحين لأي حد. وثابت معاكم بقى في المواعيد اللي هي بتاعتنا الأربع، كل أربع ما عدا الأربع الأخير من كل شهر ميلادي. هنا MRI Learning Lessons دايما ما عدا الأخير هيبقى في Practical Cases، وكل حد بيرابط ريفيو اناتومي، وكل جمعة بنمونيك وورد جديدة ما عدا الجمعة الأولى من كل شهر عربي زي النهاردة الجمعة الأولى من شهر شعبان. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.